لمزيد من التفاصيل يحضر معنا في الاستوديو الكاتب السياسي الأستاذ فالح خطاب. أهلا بكم دكتور. مرحبا بكم. بعد أسبوع من التأجيل أصدرت الحكومة أخيرا تقريرها حول التحقيق في من قتل المتظاهرين، كيف تقيمون هذا التقرير والاتهامات التي وردت فيه عن مسؤولية الجهات التي تتحمل قتل المتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التقرير حقيقة هو تقرير يعني يضيف إلى المشهد المزيد من المأساوية والمزيد من الألم. هذا التقرير يعني ينبغي أن نقول عنه أنه هو الخصم والحكم، هو صدر من ذات الجهة التي قتلت المتظاهرين. يبدو أنهم بعد أخذ ورد وبعد الكثير من الاستعدادات وجدوا أنفسهم في حالة يعني كما بدأت في التقرير. التقرير هذا تقرير مخزي، وهذا التقرير من شأنه أن يصب الزيت على النار، ومن شأنه أن يوجه رسالة للمتظاهرين مفادها أنه إذا خرجتم يوم 25 فسوف لن تحظوا إلا بتقرير مماثل بعد أن نعمل فيكم المزيد من القتل والقتل. هذا التقرير حقيقة كله عيوب وكله هو مشاركة في الإجرام، هو يبرر الإجرام لأنه برأ ساحة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وإذا كان هؤلاء الذين هم يمتلكون أدوات النار وأدوات القتل يقولون نحن لم نصدر الأوامر، فمن الذي أصدر الأوامر؟ هذا التقرير حقيقة معيب لولا أنه يبرر الجريمة ويشارك في الإجرام. ما أسباب تأجيل هذا الإعلان عن المتورطين الحقيقيين الذين بالنهاية لم يذكرهم هذا التقرير؟ إلى أي مدى يعني كان هناك ضغوطات معينة أدت بهم إلى تأجيل أو تأخير الإعلان عن؟ يعني طبعا الكل يحاول أن يتبرأ من المسؤولية، وهي مسؤولية كبيرة لأنه أريقت دماء كثيرة. نحن نعلم أن هناك أكثر من 300 شهيد إضافة إلى 10,000 ربما أو 9,000، لأنه كما التقرير قال بعض الجرحى لم يذهبوا للمستشفيات، وبالتالي نحن لا نعلم حقيقة الأعداد التي يعني جرحت. هناك واضح أن هناك قوى كثيرة ساهمت في عملية قتل المتظاهرين، أبرز هذه القوى هي الحشد، هي الميليشيات الإيرانية، بدليل أنه كل العالم يعني رأى وسمع وعلم وبشهادات شهود كثيرين ظاهرة القناصة، لكن التقرير لم يتطرق إلى هؤلاء، وسوى أنه قال أن هناك جهات مجهولة. هذه الأشباح وهم يقولون نحن دولة وعندنا مليون مقاتل ومليون جندي وميليشيا، لكن واضح أن هناك جهات إيرانية تعمل بالخفاء وبالعلن. يعني ليس هناك خفاء، حتى هناك المتظاهرين كلهم قالوا سرايا الخرساني، العصائب، حزب الله، يعني كل هذه القوى ساهمت في قتل المتظاهرين، وبالتالي رموا هذه الجريمة، رموا التهمة على مجموعات بسيطة من الجيش ومن الشرطة المحلية. الحشد، ذكرتم الحشد، هذه الميليشيات الذين كانوا جزءا من الجهات التي أعدت هذا التحقيق، كيف يمكن أن يكون تحقيق ذو مصداقية وشفافية ويقبله المتظاهرون والجهات المتورطة بقتلهم شاركت في إجراء هذا التحقيق؟ هذا ما عنيناه بقولنا الخصم والحكم. يعني لا يمكن أبدا أنه يكون هناك تقرير يعد فالح الفياض بنفسه، خرج علينا من الأيام الأولى وهدد وأرعد وأزبد وقال أن هناك نية عندنا باستخدام القوة لفرض الديمقراطية وفرض الكذا وكذا. كيف يمكن لهذا الرجل أن يقود عملية كتابة التقرير؟ هذه مهزلة كبيرة، وهذا طبعا واضح أنه نحن أزاء حالة غريبة وشاذة من نوعها. بدل أن يكلف شخصية مستقلة، لجنة من المحامين، لجنة من القضاء، لجنة من نفس المتظاهرين المنتفضين، يعني هؤلاء كلهم يجب لجنة دولية مثلا، ولكن هم أمنوا
هم أمنوا لأنه الولايات المتحدة المجتمع الدولي لم يتقدم لم يتحرك طيلة فترة أسابيع من القتل والإمعان في القتل وسفك الدماء، هم أمنوا، ولذلك القضية أصبحت محصورة بين إيران وبين وكلائها الذين يحكمون في العراق. لكن هل هذه اللجنة كما تفضلتم الحديث عن الجهات القضائية، يعني كيف يفسر تغييب القضاء عن تحقيق في جرائم لقتل متعمد لعدد كبير من المتظاهرين؟ أيضا للإشارة للتقرير لم يعترف سوى بقتل 125 فقط من المتظاهرين بينما الأعداد تتجاوز 300. يعني لنفترض جدلا وهو جدل غير صحيح أنه 125، هل هو 125 ذبابة؟ هؤلاء بشر، هؤلاء يعني دماءهم مصونة دماء عراقية وهم سلميين، هذه مسألة مهمة. لكن جوابا على السؤال، هذا يثبت، هذا يؤكد ما نقول دائما، لا يوجد في العراق دولة. غياب القضاء، غياب المحامين، غياب شخصيات مستقلة، غياب يعني مكلفين من أهالي من الضحايا، كل هذا يؤكد على أنه السياق العام في العراق لا يوجد دولة، يوجد مجموعات ميليشيات عصابات تحكم البلد، تأتمر بأمرها كل الحشود القطعان الميليشياوية التي تتلقى أوامرها للأسف من قاسم سليمان. لأنه منطقيا وعقليا إذا كان التقرير يقول أن رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع لم يصدر أوامر بالنار بفتح النيران، إذن من الذي أصدر الأوامر؟ هناك معناته جهات أخرى أصدرت الأوامر، وهذا يؤكد على غياب الدولة وعدم وجود الدولة. وحتى الحديث عن جهات مجهولة، القناصة المجهولين الذين تحدث عنهم التقرير، هل يعني هذا يعد ثغرة أمنية؟ يعني كيف ستعالجها الدولة؟ طبعا هذا الكلام أيضا غير معقول، يعني يعني المشكلة أنه لا يوجد تطابق حتى في المنطق ولا في العقل، لأنه لو حدث ما حدث في يوم واحد لكنا قلنا ممكن أن يظهر شبح في واحد، طبعا واحد مش أكثر، شبح واحد ممكن يطلق طلقة يضرب واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن تستمر هاي العملية هاي العبث بالدماء أسابيع من سطوح البنايات، ثم نأتي ونقول لا نعرف هؤلاء مع وجود الأعداد الكبيرة جدا من قوات ما يسمى مكافحة الشغب، ما يسمى الجيش، الشرطة، الحشد، المخابرات، يعني هذا لا يمكن. وبالتالي هذا استخفاف بالدماء، استخفاف بالناس، وهو رسالة ممكن أنها صدور التقرير هذه الأيام قبل 25 يقول لهم اخرجوا للتظاهرات، سنقتلكم بدم بارد، وسوف لن تحصلوا إلا على تقرير هزيل آخر. بالحديث عن تظاهرات الجمعة التي يعد لها وينتظر أن تخرج أعداد أكبر من الأسابيع الماضية، كيف تتوقع أن يكون رد فعل المتظاهرين بعد ظهور هذا التحقيق؟ يعني من الناحية النفسية السيكولوجية، من الناحية الثورية، من ناحية تجارب الشعوب، الطلقة الأولى هي تحدد المسار، اليوم الأول هو الذي يحدد المسار. طالما أن الانتفاضة تجاوزت ليس اليوم الأول، ليس الأسبوع الأول، ليس الأسابيع، وقرروا المضي رغم عدد الشهداء، رغم عدد الجرحى، رغم الأضرار التي أصيبوا بها، رغم هذا التقرير، رغم أنه معرفتهم بنوعية من يواجهون من ميليشيات، من عصابات يعني لا ترتوي من الدماء، رغم هذا، رغم تصميمهم، هذا يؤكد على أنه عنصر الخوف قد غاب، وأننا دخلنا في مرحلة كما قلنا في مناسبات سابقة، دخلنا في مرحلة لا يمكن التكهن بنتائجها، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية راعية الاحتلال وإيران الآن يخشون من أنه هناك ثورة حقيقية سوف تأكل الأخضر واليابس. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب، الكاتب والباحث السياسي، كان حاضرا معنا في استوديو جولة العراق اليوم. مرحبا. شكرا لكم.